في ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية، سيكون أبطال إفريقيا على موعد مع فض شراكة زعامة القارة السمراء بين الأهلي المصري بطل رابطة أبطال إفريقيا واتحاد الجزائر صاحب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في نهائي كأس السوبر الإفريقي. رفقاء نبيل عمار المتعطشين للألقاب القارية يدركون صعوبة المأمورية أمام منافس له باع في المواعيد القارية. سيدخلون النهائي متسلحين بخبرة الكوتش عبد الحق بن شيخاء الذي سبق وأن تذوق طعم الفوز بها، ويطمح هذه المرة لتكرار ذلك مع أبناء سوستارة في صدام قوي أمام القلعة الحمراء المصرية ثاني أكثر الأندية في العالم تتويجاً ب25 لقباً قارياً. صحيح نلعب مع النادي الأهلي، يعني هو نادي ذو خبرة، عندهم الخبرة في إفريقيا، لكن احنا ما حش نكونوا في توب ضحية، احنا نكون ند مباراة تكون فيها 50% 50%، تلعب على جزئيات صغيرة، إن شاء الله نكونوا حاضرين اليوم المقابلة إن شاء الله. في الجهة المقابلة أشبال سويسري مارسيل كولر يطمحون لتكريس سيادتهم على القارة الإفريقية وحصد لقب السوبر، خاصة في ظل جاهزية رفقاء محمود عبد المنعم سليمان لموقعات الطائف. يمكن فريق اتحاد العاصمة طبعا فريق كبير وليه كل احترامه طبعا، بس يعني طبعا انت عارف ان احنا النادي الاهلي ما بنخافش من حد ودايما بنلعب على المكسب. وصفة التتويج في انتظار التعرف بأي لون تمضى في ليلة إفريقية بتوابل عربية خالصة، فهل ستكتسي الأسود والأحمر للاتحاد أم ستكون حمراء لسيد القارة وكبيرها الأهلي الساعي لبسط سيادته على إفريقيا؟ ملعب الملك فهد سيكون الفيصلة في فض سيادة الماما أفريكا في أمسية ستكون خالدة في أذهان العرب وإفريقيا، فما بين الحلم والواقع تكون الإثارة عنواناً لقمة نهائي السوبر الإفريقي.